الوضع اللي قاعدين نسمعه ونلمسه ونشوفه كلنا ما احنا راضين عليه، لكن بنقعد نشكو ونتذمر، بنقعد نشخص الى متى. اعتقد ان تجاوزنا هالمرحله وتجاوزناها بمراحل، لان يعني خذت حقها ويمكن اكثر من حقها وتجاوزت الـ 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 الوقت المعقول والمقبول. الان حان وقت العمل، حان وقت وضع الجهد في مكانه الصحيح. ما عندنا نقص في الكفاءات ولا في القدرات ولا في الإمكانيات ولا في التشريعات ولا في الأجهزة ولا في الأموال، كل هذه متوفرة. لكن من جانب آخر نشوف إن في يعني مؤشرات سلبية تطغى على الساحة. وبعدين لابد نفكر ولابد إن يعني نتفاكر ونتبصر في كيفية مواجهة أمر مثل هذا. العالم كله ترى هذا يعني يعاني بشكل متفاوت من هذا الأمر، لكن هذه مو ذريعة أن احنا نسكت والله العالم فيه فساد أن احنا نتحمل فساد. لا، بنام عندنا القدرة والإمكانية متاحة للعمل لتسكيل الثغرات ولتعزيز الإمكانيات بالمواجهة، وعندنا قبل هذا سمعة الكويت ومكانتها مدعومة بتوجيه من سيدي صاحب السمو مباشر في يعني قبل الأزمة الصحية وأثناء الأزمة الصحية، اللي هو يوم الأحد لما كان قسم أخواني في هيئة نزاهة مكافحة الفساد، نفس التوجيه للإخوان اللي يعني في أثناء تعييني وتكليفي بتشكيل الحكومة، نفس التوجيه نفس الرسالة ما زالت يعني واضحة بذهن سيدي صاحب السمو أن هذه مسؤولياتكم. صحيح كان يعني الهيئة مسؤولة عن هالأمر، لكن نفس التوجيه اللي من قبل 7 شهور يعني وجه فيه رئيس مجلس الوزراء، معناها أن هذا الأمر يمثل أولوية لصاحب السمو لنا، وصاحب السمو يوجه احنا نترجم هذا التوجيه الى 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 عمل فعلي على ارض الواقع.